هذا وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية من معالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أجمل أجل آيات الاحترام والتبجيل مقرونة بخلص الولاء وصادق الانتماء لقيادتكم الرشيدة، مربا باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الداخلية عن بالغ الامتنان لتفضل جلالتكم بتقديم التعازي باستشهاد اثنين من رجال الأمن أثناء تأدية الواجب بمنطقة سترة، أثر تعرضهم للتفجير الإرهابي الآثم والدعاء لهم بالرحمة والرضوان. وتمنيات جلالتكم للمصابين بالشفاء العاجل، مما كان له اطيب الاثر في تخفيف المصاب على رجال الامن بعامه وذوي الشهداء والمصابين بخاصه. سيدي ان دعم جلالتكم المتواصل لرجال الامن واشادتكم بجهودهم المخلصه في حفظ الامن والاستقرار والتصدي لكل من يمس امن الوطن وسيادته. هو مصدر اعتزازنا وعزمنا وتصميمنا على المضي في اداء الواجب مهما بلغت التضحيات وتعاظمت التحديات. نعاهد الله ان نظل الاوفياء لقيادتكم والمخلصين لنهج جلالتكم الرشيد في وطن امن مزدهر في عهد جلالتكم باذن الله. حمى الله البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار بقيادة جلالتكم المظفرة وتقبلوا جلالتكم أسماء الشكر والامتنان والله يحفظكم ويرعاكم سيدي المخلص لجلالتكم الفريق ركن وزير الداخلية راشد بن عبد الله الخليفة